الرجل عنه طلب منه استأذنه طاكيو وقتها قاعد حدي وكان كل وقت يعني انتهى معي والوجه اللي الحكي اللي قلت عليه القعده نعطيك دايما زي يوسف خليك واقف احنا انت هيا يا علاء بدي فرجيك على ماما خد هيا بعد خدها بعد خدها ايدي ايدي محطة بس تكون انت راح تموت تروح من فوق ام هي بتصير عندك وما بتموت خد خدها علي خدها يا علاء خدها عمر بيوت طالع حدي هلا عمر حدي ايه ما يا بدي عمرو هون لا ما خفت هذا ما عنده شغل يعني هو هذا البيت ما بروحش على الشغل ما بروحش في حاله بس هي عم بعمل حسابك ما نجيت بدي ساعدك حط لي بلوكات مثل هو اللي مات من مات لا يا علي روح بعمل لك بيتك ساعدك انت انت عمل لي بيتك لا الأبد اللي اياها والله حلو يا علي صح؟ انا بشوف مع بعض بيضلك في البيت بيت نلعب مع بعض عملت شو؟ حلو؟ هيك هلا بدي كفي حلو؟ بس بتيجي بتعمل لي اياه سمعت؟ بتعطيك كثير عشكة حلوة لإلك بتعطيك واحدة لإلك كثير حلوة لا ما انا يا نوال اشيلي انت كمان بعطيك منها عايش خد خد مش واحد يلا جاي المرة اللي بتحس حالها انها خد ايها ايها هون على الارض حبيت بالارض هيدي بتزمر كده واي عملها بيصير فيها مثلها بتعطيك خلق مثلها بيصير هلا بتعطيك مثلها شوف شوف وين بتتعلق بدك مثلها بعطيك مثلها واحدة حطها عندك بالبيت يا ده الفلك راح يوصل بحطها ما بحط
اسال صنع الشجر العب. وديها انا عم بلعب لعبه انت لحالك انا هي عم بلعب لحالي شو بدك مني انا بعمل لك خلاص اذا بسمع تطلب ايوه Thank you.